السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين أخواتي؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم تلبية الطلب ديالكم والطلبات ديالكم كما العادة. اليوم طريقتي في تحضير ورقة البسطيلة كتجي حسن من ديال الزنقة، غزالة زوينة هي باش كنحضر طلبيات. فهنا عندي طلبيات ديال البريوات ولي سيجار، فقررت أنني نخدمها قدامكم باش تشوفوا طريقتي في العمل، طريقتي في تحضير هذه الورقة هذه. فما تحتاجيش تشريها نهائيا، لك تصايبيها وتخدميها وهكا كتربحي اكثر عوض ما تمشي تشريها في الزنقه، فكتخدميها في دارك وكتربحي فيها اكثر. يعني مثلا شريتي خدمتي غير بنص كيلو الطحين، راه كتخرج لك اكثر من نص كيلو ديال الورقه. فهنايا كما شفتوا غادي نمروا باش نشوفوا المكونات. هنا كنحتاجوا لواحد جوج ديال الكيسان ديال العنبه، جوج الكيسان ولا 400 غرام ديال الماء، 400 غرام ديال الماء. وغادي نحتاجوا 500 غرام ديال الطحين. كما شفتوا عندي جوج ديال المكونات فقط، يعني ما غاديش نزيد عليهم حتى شي حاجه. فهنايا كما شفتوا كنا ندير بهذا الشكل هذا، صبغت الماء وبديت كندير عليه الطحين. علاش؟ باش هكا في نفس الوقت كيتدلك ليا الطحين عوض ما ندير كلشي ونبدا نخلط في العجين. اللهم هكا بشويه بشويه نلوحو في داك الماء وانا كنخلط. هنايا ما حدنا حنا تنخلطو، تنزيدو في الدقيق وتنخلطو ما حد العجين ديالنا كيتدلك لينا مزيان. تقدروا ديروا كلشي في مولينيكس ولا ديروا كلشي في العجانه، صافي من الاحسن هكا اللي ما فيه ما يدلك، اللي ما فيه ما يدلك يدير كلشي في مولينيكس ولا العجانه، واللي فيه ما يدلك من الاحسن انه يخدمها بيديه. حسن راه كتعطي نتيجه رائعه باليد، كتجي حسن من الصراحه، حسن من الدليك ديال الماكينه ولا ديال الماشين. فانا كيما شفتوا غادي نصب داكشي كامل اللي بقى ليا ديال الطحين، وهنا درت واحد الزليفه فيها شويه ديال الماء. داك الماء ما غاديش نضيفه، علاش؟ هذاك غنبقى نمس بيه غير يديا ونبدا ندلك فيه هكا باش ما تلصقش ليا العجينه في يدي. صافي، نتوما كتعاونوا في نفس الوقت كيدلك ليكم داك العجين، ملي كتحسوا بالعجينه ديالكم تجمعات وبدات كتدير ليكم، بدات كتلصق ليكم في يديكم، بقاو تفزقوا يديكم شويه ديال الماء. ما ديروش الزيت، ديروا الماء فقط، الزيت ما ديروهاش. فهنايا فإلا كانت عندكم طلبيه كثيره كتخلطوا في بانيو، كديروا واحد البانيو خصيصا لورقه البسطيله. ان شاء الله غنشارك معكم لانني كنخدمها حتى هي، غير انا كنخدم حجم صغير وكنبيعه، ما تنخدمش حجم كبير. هاد الساعه حجم صغير لان مازال ما عنديش فين نخدم حجم كبير. العجينه ديالي من بعد ما دلكات لي انا استعنت بالترموميكس ولا المولينيكس لان يديا كيضروني، فدرتو يتعجن شويه في العجانه. صافي، وحطيته هكا باش تشوفوا النتيجه كيفاش خاصها تكون. خاص تجي العجينه ديالنا هكا إلاستيك، يعني كتجبد. صافي، فهنا كما كتلاحظوا غادي نجمع العجين ديالي بالماء بهذه الطريقه هذه. كنحاول نبدا نفزق يدي ونبدا نزيد ندلك العجين هكا وندخل لي داك شويه ديال الماء. صافي، ومن هنايا كنخلي العجينه ديالي كترتاح. ضروري نقدر نعجنها بالليل ونخدم بها في الصباح، نقدر نعجنها في الصباح ونخدم فيها بالعشيه. صافي، باش ما ارتاحت باش ما احسن. فهنا كما شفتوا غادي نخليها كترتاح. انايا خليتها واحد 4 سوايع، ما خليتهاش بزاف. نتوما كما قلت لكم تقدروا تخدموها بالليل وتحتفظوا بها بلا ثلاجه بلا والو، احتفظوا بها غير برا وخليوها حتى الصباح وخدموا بها. صافي، من بعد هنا كنحصلوا يعني باش ما خليتوا العجينه الوقت كثير، باش ما كدير لكم فقاعات. كما قلت لكم انا خليتها هنا غير 4 سوايع، فيلا بداو كيتكونوا دوك الفقاعات كما كتشوفوا معايا. فهنا كتعطينا نتيجه، يعني اون فوا كتشوفوا دوك الفقاعات في العجين عرفوا بلي العجينه واجده باش اننا نخدموا بها. هنا غادي نطيبها بالبخار. احسن حاجه اخواتي طياب بالبخار، ما ديروش هذا فاش غادي تطيبوها، ما ديروش نيشان الفرن لا. علاش؟ لان الورقه كتقساح ليكم وكتقطع ليكم، فعلاش كتلقاو الورقه ديال البخار غلى من الورقه العاديه ب5 دراهم، كتكون زايده ب5 دراهم. لان الصراحه الورقه ديال البخار راه زوينه، راه عمليه وزوينه احسن من الاخرى، وتقدر ديريها في الفريكو وما تخسرش ليك بحال الاخرى. ملي تجيب ديها تبغيها كتلقايها مزيانه، ما كتلقايهاش خاسره. فهنا طيبت شويه الماء باش هكا نسرع دغيا، طيبت الماء ودرتو في ديك الكويميله ديالي ودرت فوق منها الطيفال باش غادي نخدم ان شاء الله. هنا باقي غادي نشوف شي مقله هكا نعود نطيب بها، نديرها خاصه بالورقه تكون كبيره باش نبدا نطيب بالحجم الكبير، لان انا هي كنطيب غير الحجم الصغير فقط. هنايا كنبداو نهزو بيدينا هكا بشويه. واللي مولفه الخدمه ومولفه تمره راه غتجيها ساهله، راه ما غاديش تقولي لي غتحرقي ولا شي حاجه نهائيا. راه ديك العجينه اللي كديري في يديك كتكوفري ليك، ما كتخليش السخونيه توصل ليك نهائيا. وعلاش قلت لكم البخار حسن؟ باش هكا ما كتكونش الطاوه سخونه بزاف. فهنا اون فوا تنسرحوا العجينه ديالنا كما شفتوا صافي في البلاصه، كنحيدوا الورقه لانها كتكون
طابت كندهنوها بشويه ديال الزيت ضروري باش ما تلصقش لينا مع الاخرى، ما نكتروش فيها الزيت بزاف غير شويه باش ما تلصقش لينا مع الاخرى، وكنفزقو يدينا بشويه الماء وكنعاودو تاني نصايبو ورقه اخرى. كما قلت لكم سهله، كتولي تلعبي بالعجينه تلعبي بها لعب سهله، كتولي انا وليت كنلعب بها الصراحه، ولات كتجيني سهله. وكما قلت لكم وليت كنشد لي كوموند ديال الورقه الصغيره، ولكن الورقه الكبيره كما قلت لكم مازال ما عنديش الطاوه ديالها، خاصني ندبر على شي مقله اللي تكون كبيره ونعاد نخدم فيها ان شاء الله الورقه الكبيره، وكذلك طاوه مربعه تاعي هي ندبر عليها باش نخدم فيها الورقه المربعه. هنا ضروري من واحد الزيف يكون حداكم باش ملي تفزقوا يديكم هكا تمسحوها، ملي تبغوا تحيدوا الورقه ما تفزقوش داك الورقه بالعجين ولا شي حاجه، فضروري زيف حداكم يكون فازق. ملي تهزوا العجين تحطوه مسحوا يديكم في داك الزيف صافي وبداو تخدموا. صافي شوفوا العجينه ديالنا كيفاش كتكون، كنستمروا دائما في الخدمه ديالنا حتى كنكملوا الورقه ديالنا بالكامل. شوفوا هنا درت لكم عن قرب باش تشوفوا الطريقه، ها نتوما كنهزوا العجينه وكنبداو ندوروا فيها بهالطريقه هذه، من بعد كنجروها للوسط، كنجروها للوسط وكنحيدوا البقايا، كيوليو يتحيدوا لينا بوحدهم، لان اصلا ديجا ديك الورقه كتلصق في المقله، داك المقله كتشد داك الشيء اللي بغات، وداك الزياده كلها كتزول، يعني ان فوا كتهزي يديك راه كتحيد ديك الزياده. نحاولوا دائما ما نمشيوش بالعكس، ماشي حنا غادي نبلي منيه هكا ونعاودوا نرجعوا للور، لا غادي نبلي منيه نكملوا 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 حتى التلاقيه ونجروا العجينه ديالنا للوسط ونهزوها كما غادي تشوفوا معايا. صافي من بعد هنا غادي نسالي العجينه ديالي بالكامل، غادي نخدمها كما كتلاحظوا فطريقه سهله جدا. بغيتكم تزعموا باش تبداو تحضروا هكا حتى ما تبقاو تشريو، خلي كاين الناس اللي غادي يشريوها، ولكن بالنسبه اللي كيخدموا الطلبيات انا بغيتهم هكا يقتصدوا، يعني يخدموها ريوسهم ويقتصدوا باش هكا كيكون عندهم واحد الربح. وحتى صدقوني والله العظيم الا الورقه باش اللي كتصايبيها هكا كنصايبها وتنخدم بها الكليان كتجي احسن من الورقه اللي كنشري، ما عرفتش علاش، المهم كتجيني زوينه، كتجيني مقرمشه وكتحافظ على ديك القرمشه ديالها وما كتهرش لحتى تطفيها في الفريغو، لان كنخافوا على برا يقدروا يزيدوا فيها شي مواد، يقدروا الله اعلم. المهم انا كتقنعني الورقه اللي كنخدم انا في داري كتجي مزيانه. هنايا كما شفتوا من بعد ما غادي نكمل كل شيء العجينه ديالي، من بعد ما عبرتها خرجات لي 700 غرام اللي خرجات لي ديال الورقه. شوفوا من نص كيلو ديال الطحين تقريبا، شحال داير نص كيلو الطحين؟ اغلى واحد داير 50 ريال، اغلى طحين داير 50 ريال. نزيدوا عليها الماء، نزيدوا عليها البوطه، نكملوا 5 دراهم. دونك كما شفتوا خرجت لي 700 غرام، يعني الا بعتيها راه غتبيعيها بواحد 13 درهم، رابحه فيها واحد 8 دراهم، يعني كما شفتوا الورقه حنا تناخذوها ب 20 درهم الكيلو، هذه 700 غرام غتبيعها ب 13 حتى 15 درهم. في هنايا كما شفتوا غادي ندوز باش نحضر بهم البريوات، هنا باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف غادي نخلي لكم البريوات نحضرهم نديرهم لكم في فيديو اخر ان شاء الله هكذا غدا ولا بعد غدا، باش تشوفوا البريوات ديالنا ولي سيغار الطلبيه اللي خدم ديال البريوات ولي سيغار كيفاش جات. اكيد غنشاركها معكم حتى هي، نقدر نشارك معكم حتى الحشوه ديالها اللي كندير. الا بغيت نخدم بلادان باش يعطيني المذاق ديال الدجاج فغادي نشاركو معكم اكيد. كنتمنى الفيديو ديالي يكون الاعجاب ديالكم، وتنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر، السلام عليكم.